هي المسيرة تتواصل مشاهدينا الكرام، وانطلاقة شوطنا السابع تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. هذا الشوط خاص بالبكار، نتابع ونسير إلى الصدارة، نتابع مزايا الناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما الشاهينية على المركز الثاني، عبد الله بن مطر بن محمد بن رفيعة الفلاسي هنا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هنا بن حلوة يقدم لنا الشاهينية، عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة لقتبي، وعلى المركز الرابع مشاهدينا الكرام هنا ثمينة، والمركز الخامس ثمينة أيضا هنا القادمات بهذا الانطلاق، السيب بن محمد بن خلفان نغويص، وأرى وصول جديد بهذه الانطلاقة وهذا الأداء هنا، برقى لراشد بن علي بن عبيد الكيبالي من يقدمها بهذا الانطلاق وهذا الأداء. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى الصدارة مع الكيلومتر الأخير ومزايا مزايا مزايا على الصدارة، على المقدمة ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي، وبرقة على المركز الثاني، راشد بن علي بن عبيد الكيبالي هنا على المركز الثاني، المركز الثالث الشاهينية على المركز الثالث هنا بانطلاقة وتحديات عبد الله بن مطر بن محمد بن رفيعة، هنا لغويص يقدم لنا ثمينة، وثمينة أيضا قادمات بهذا الانطلاق وهذا الأداء الجميل، ولكن الصدارة مزايا لازالت على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول تسيطر على زمام الأمور، هو على الصدارة ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي، والمركز الثاني برقى على المركز الثاني هنا بانطلاقة راشد بن علي بن عبيد الكيبالي من يقدمها، بدأت تتسلل بهذه اللحظات، الله الله، بدون أي أوامر بدأت الأوامر، وسلوم الله، برقى وهناك مزايا، برقى ومزايا، والشاهينية القادمة لبن رفيعة، ولكن الله، التحدي الأخير والإثارة الأخيرة، ولكن مزايا لا ترضى إلا بالفوز وبالناموس، مزايا ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي، ها هي تعلن الفوز، تعلن الناموس، تهانينا على هذا الأداء المميز الجميل، ولحظة وصولها إلى خط النهاية، المركز الثاني الشاهينية عبد الله بن مطر محمد بن رفيع، المركز الثالث برقع لراشد بن علي بن عبيد الكيبالي من وصلت بهذه الانطلاقة، وعبد الله بن المر بن حلوة ياتينا على المركز هنا الرابع بهذا الانطلاق والتحدي، وثلاث دقائق أربع ثواني هو التوقيت الزمني، مع أيضا مزايا تهانينا والناموس لناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي.